اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم لبلورة موقف موحد للتصدي للقرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان. جرحى من جراء مهاجمة أنصار حزب الله وحركة أمل متظاهرين في وسط بيروت، والجيش يدفع بتعزيزات لمنع تجدد المواجهة. لليوم الثاني على التوالي المحتجون يغلقون الطرق المؤدية للبصرة وقطع جسور في ذي قار بعد مقتل 15 شخصا خلال مواجهات في جنوب العراق. أسعد الله صباحكم بكل خير. مشاهدينا الكرام، نحييكم من قناة النيل الأخبار في مستهل نشرتنا الإخبارية الصباحية. تنطلق اليوم أعمال الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب برئاسة العراق وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة التي تهدف إلى شرعنة الاستيطان الإسرائيلي. وقال دكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين إن الاجتماع الوزاري اليوم ليس فقط من أجل تقييم الخطوة الأمريكية، وإنما لاتخاذ المواقف والخطوات التي أصبحت تتطلب تجاوز الإدانة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة القرار الأمريكي. يترقب العالم إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة واحد المتوقع أن يحدث طفرة كبيرة في مجال الاتصالات، ومن المخطط أن تصل فترة عمل طيبة واحد إلى أكثر من 15 عاما بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت بمصر وبعض دول شمال إفريقيا وأيضا في دول حوض النيل. القمر الصناعي طيبة واحد هو الثامن الذي تطلقه مصر إلى الفضاء، لكنه الأول الذي تدخل به مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات. ينسب طيبة واحد إلى الأقمار الكبيرة حيث يزن نحو 5600 كيلوغرام، وسيكون موجودا في مدار فوق خط الاستواء 35.5 شرقا، وهو مكان ثابت باسم مصر يمثل امتدادا لأرض مصر في الفضاء وتحميه الأمم المتحدة والمعاهدات والقوانين الدولية. طيبة واحد سيستغرق بضعة أيام كي ينتظم في مداره المخصص له نظرا لظروف الإطلاق، وخلال 3 أشهر سيقدم جميع خدمات الاتصالات والإنترنت بنجاح. وبإطلاقه سيكون لمصر شبكتان، الأولى أرضية تعتمد على الكوابل وأبراج الاتصالات، والثانية فضائية عبر القمر الصناعي المصمم ليظل في الفضاء الخارجي لمدة تقترب من 15 عاما. القمر الجديد يدعم الاعتماد على الإنترنت فائق السرعة في الحكومة الإلكترونية التي تدير أعمالها عبر شبكات التواصل، إضافة إلى تقديم خدمات فائقة السرعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليس فقط على المستوى المحلي بل على مستوى منظومات الاتصالات الدولية في دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل. طيبة واحد يمثل نقلة لمصر في مجالات تداول المعلومات والاتصالات الدولية، فهو يوفر على مصر تكلفة كل خدمات البث الفضائي التي تتم عبر شبكات المحمول في مصر، والتي كانت تستأجرها من خلال التعاقد مع دول أجنبية، حيث تستطيع القاهرة من خلال هذا القمر تأكيد استقلالها في التحكم في شبكة الاتصالات. وتتجاوز تكلفة القمر طيبة واحد 100 مليون يورو. كثف الجيش اللبناني من تواجده في محيط وسط العاصمة اللبنانية بيروت لمنع تجدد اعتداء مؤيدي حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين اللبنانيين، وذلك بعد اشتباكات ليلية أدت إلى سقوط عشرات الجرحى. يأتي هذا فيما دعا المتظاهرون إلى إضراب عام اليوم بمناسبة مرور 40 يوما على اندلاع الحركات الاحتجاجية الواسعة في لبنان.
اعتدت أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله في منطقة الرينج وسط بيروت مساء الأحد على عناصر الجيش اللبناني والقوات الأمنية والمتظاهرين بالحجارة. وصلت دراجات نارية على متنها مناصرون لحزب الله وحركة أمل وكال الشبان المهاجمون الشتائم والإهانات للمتظاهرين والمتظاهرات، مرددين هتافات داعمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس البرلمان رئيس حركة أمل نبيه بري. ورد المتظاهرون بإلقاء النشيد الوطني اللبناني. قوات مكافحة الشغب فاصلت بين المتظاهرين ومناصري حزب الله وعززت انتشارها في ساحة رياض الصلح بعد تواجد أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله. وفي وقت سابق عمد متظاهرون ومحتجون إلى قطع وإغلاق طرق عدة في مختلف المناطق اللبنانية مع بدء اليوم 40 للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 من أكتوبر الماضي. منظم التحركات الاحتجاجية أعلنوا العصيان المدني اليوم الاثنين داعين المؤسسات العامة والمدارس والجامعات إلى الالتزام بالإضراب العام والإقفال، كما أعلنوا قطع الطرقات حتى تحقيق مطالب الثورة، معددين هذه المطالب وأبرزها إلغاء الطائفية السياسية، تشكيل حكومة إنقاذ وطنية من شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والمصداقية من خارج أحزاب السلطة وأعوانها، استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وعقد جلسة تشريعية علنية متلفزة لمجلس النواب يقر فيها قوانين الإصلاح المطلوبة. في المقابل ما زالت المباحثات السياسية متعثرة في ضوء الانقسام بين الفرقاء اللبنانيين على شكل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أكثر من 3 أسابيع، في ظل تمسك الأخير بشرطه تشكيل حكومة تقنقراط للقبول بإعادة تكليفه، وهو ما يرفضه آخرون مثل رئاسة الجمهورية وحزب الله. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا من العاصمة بيروت عبر الهاتف، السيد أحمد عز الدين الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أهلا بك سيد أحمد. أهلا بك، شكرا. ما الذي يمكننا أن نفهمه من اعتداء هذه العناصر التابعة لحزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في السياق العام للمشهد اللبناني؟ هل يمثل ذلك نقطة تحول ما في تفاعل الأحداث أم كيف تبدو لك الأمور؟ نعم، أعتقد أن هذا الأمر جاء ربما رسالة إقليمية دولية، لأنه كما معروف هو اليوم أن مجلس الأمن الدولي سيبحث مساء اليوم في الوضع في لبنان، وبالتالي قد يكون هذا الأمر هو رسالة ما لأن للإشارة أو للتعبير على أن في لبنان ليس هناك شارع واحد وليس هناك إرادة واحدة، بل هناك شارعان في لبنان كل في اتجاه. ولكن يعني هي أمور يعني ربما أصبح تعود عليها المتظاهرون في لبنان وبعد 40 يوم من الاحتجاجات، ولم تعد يعني تجعلهم يتراجعوا أو يفكروا في العودة، بل على العكس فإن اليوم قد شهد تصعيدا كبيرا. ليلة أمس واليوم عادت الطرق بمعظمها في مناطق عديدة إلى الانقطاع، المؤسسات التربوية الجامعات كلها أقفلت، أيضا هناك يعني إقفال لمؤسسات عامة كثيرة. ولكن أستاذ أحمد، لطالما تغنى اللبنانيون بأن ثورتهم بفضل الله لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين حتى قبل لحظة الاعتداء هذه. يعني الواضح أن الأمس يعني المواجهات أنا تبعتها حتى ساعة متأخرة في الليل، حتى يعني حتى اقترب الصباح، يعني كان هناك يعني الواضح أن المواجهات لم تكن يعني يقصد منها الوصول إلى حد النزيف الدموي يعني أو النزف الدموي. نعم. كانت هناك محاولات تر وفر، يعني مواجهات الواضح أنها هي رسالة أو يعني محاولة توجيه أكثر رسائل بأكثر من اتجاه، لأن المواجهات لو كان المقصود منها أكثر من كذا كانت اختلفت طريقتها، إنما كانت تكتفي بالحجارة. أشعر بأن انطباعاتك مطمئنة أنه الأمور لن تتصاعد في هذا السياق بشكل أو بآخر، لعل هذا الانطباع الذي فهمته منك. لكن من اللافت للنظر أنه بعض العناصر التابعة لحزب الله تحدثت صراحة أنه من يعيق تشكيل الحكومة أو يعيق يعني التطور الإيجابي في لبنان هو الولايات المتحدة الأمريكية،
برأيك كيف يمكن النظر إلى هذه الانتقادات أو الاتهامات الموجهة إلى واشنطن؟ هل واشنطن فعلا مؤثرة في الشارع اللبناني على هذا النحو الذي ذهب إليه بعض العناصر التابعة لحزب الله؟ يعني دعم، يعني نعم، دائما وفي غالب البلدان في 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 العالم الثالث هي دائما ترمي الشماعة على أحد ما، دائما نعيش نظرية المؤامرة، دائما الاستهداف. ولكن أنا أعتقد أي مجتمع متراس، أي قوة سياسية عندما يكون هناك جماهير قوية تدعم أي نهج سياسي معين لن يهتز أمام أي تدخلات أجنبية. بالطبع الدول الكبرى لها مصالح ولها سياساتها، وتحاول أن تستفيد وتصطاد في الماء العكر وتستفيد من أي فرصة لتوسيع نفوذها. لكن عندما تكون جبهتك متراصة لن تنفع هذه الأمور. أعتقد أن الأمريكيين لن يستطيعوا أن يؤثروا في هذا الأمر طالما الكل يرفضها، سواء من المحتجين الذين متظاهرين أو من الفريق الآخر الذي يقول أن الأمريكا هي من تريد يعني التدخل في الشؤون اللبنانية. طالما أن الجميع يرفضها لا أعتقد أن يعني هذا الأمر يؤثر، وبالتالي اللعبة مكشوفة، لا أحد يستطيع أن يسقط فيها. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد عز الدين، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بيروت. من لبنان إلى العراق، فلليوم الثاني على التوالي أغلق المحتجون الطرق المؤدية إلى البصرة جنوب العراق، وذلك بعد مقتل 15 متظاهرا في محافظات الجنوب، فضلا عن إصابة حوالي 150 آخرين. وقد أحرق متظاهرون المبنى الجديد لمحافظة ذي قار جنوب العراق، وأغلقوا الطرق الرئيسة والجسور الرئيسة بإطارات السيارات في مدينة الناصرية عاصمة ذي قار. ما زالت تداعيات أسوأ أزمة احتجاجات يشهدها العراق منذ عقود مستمرة على المستويين الميداني والسياسي. ميدانيا، حوادث القتل خلال 24 ساعة الماضية وحدها جاءت في مدن البصرة والناصرية وأم قصر، إضافة إلى بغداد، وسط اتهامات بإطلاق قوات الأمن النار مباشرة على المحتجين خلال محاولاتهم إغلاق الطريق المؤدي لدخول ميناء أم قصر المسؤول عن إمداد البلاد بالأغذية والأدوية اللازمة للمواطنين. حالة الشلل أصابت مرافق حيوية في البلاد مع إغلاق المحتجين 5 جسور رئيسة على نهر الفرات، وتعطيل المدارس عن العمل، فضلا عن إشعال الحرائق أمام المكاتب الحكومية. موجة العنف التي يشهدها العراق اقتربت من دخول شهرها الثاني بعد اندلاعها في الأول من أكتوبر الماضي، احتجاجا على تفشي الفساد وقلة فرص العمل وتدني الخدمات، مما حمل المحتجين على التمسك بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي وإجراء تغيير شامل في الطبقة الحاكمة. وبين إصرار المتظاهرين على مواصلة احتجاجاتهم وتمسك الحكومة باستمرارها في العمل، ارتفع مؤشر عدد الضحايا وفقا لتقديرات رسمية إلى أكثر من 100 قتيل، وتقديرات غير رسمية إلى 350 قتيلا تقريبا، فضلا عن إصابة الآلاف. أما عن الجانب السياسي في الأزمة، فقد تعددت محاولات الحكومة لتهدئة الغضب، فبدأت بمنح العاطلين إعانات بطالة لمدة 3 شهور، وألمحت إلى إجراء تعديل وزاري لم يتم بعد. وتمسكت الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومية والبرلمانية، بعدم تغيير أي منهما. المرجعية الدينية العليا للشيعة العراقية ممثلة في علي السيستاني دعت إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، معتبرة أنه الحل الأمثل لتهدئة الغضب. بعثة الأمم المتحدة في العراق دعت إلى الحفاظ على حياة المحتجين، وحثت البرلمان على النظر في مشروعات القوانين التي تلبي مطالب الجماهير. وعلى الرغم من كل حالات التفاعل الميداني والسياسي التي تشهدها الساحة العراقية، ما زال الجمود هو سيد الموقف. للمزيد من المتابعة وللفهم أكثر لتطورات الأوضاع في المشهد العراقي، أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد عبر الهاتف، دكتور إحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد. أهلا بك دكتور. يا سهلا. في ظل هذا الموقف من قبل مؤسسات الرئاسة الثلاثة في العراق، الجمهورية والحكومية والبرلمانية، بعدم تقديم يعني أي جديد يحدث خلخلة ما في الأزمة في العراق، كيف تبدو الصورة لك، وكيف يمكن أن تحدث لهذه الانفراجة المرتقبة؟ انفراجة إلى حد هذه اللحظة سيدي، خصوصا وأنت أشرت
لا اختراق إلى حد هذه اللحظة ولا اقتناع بضرورة إيجاد حلول تتماهى وتتطابق مع مطالب المتظاهرين. التصعيد يتزايد، بعض محافظات العراق تخرج في بعض الأحيان من سيطرة القوات الأمنية وتمسك بها جموع المتظاهرين. هناك إضراب في محافظات البصرة والنجف وكربلاء والحلة، وحتى في بغداد الجامعات معطلة بشكل كامل، الحياة متوقفة. إذن نحن أمام مشهد تصعيدي، رهان هذه الرئاسات والطبقة السياسية على عامل الوقت فشل بشكل كبير، ومن ثم إمكانية تصاعد هذا الحراك لوجود عصيان مدني أصبح يعني من المؤشرات جدا، خصوصا وأن هذه الطبقة السياسية عاجزة عن إنتاج الحلول أو غير راغبة بأن تقدم مساحة يمكن من خلالها وجود جيل سياسي يقوم بمعالجة أزمات البلاد. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين الشمري أستاذ العلوم السياسية متحدثا إلينا عبر الهاتف من بغداد. انطلقت اليوم في القاهرة فعاليات مؤتمر الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية بمشاركة دكتور إبراهيم ماياكي رئيس منظمة التنمية الإفريقية النيباد. يعد هذا البرنامج أكبر منصة قارية لمناقشة قضايا البنية التحتية في القارة، والذي يعد فرصة قيمة لصانعي القرار من القطاع العام ومطوري المشاريع والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتبادل وجهات النظر وتقديم حلول نحو تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية في القارة السمراء. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مقر المؤتمر مراسلة قناة النيل الأخبار أمل صبري. أمل، ما هي أهم ملامح فعاليات هذا المؤتمر، مؤتمر الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية؟ التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل الأخبار. تنطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر الأفريقي البنية التحتية في أفريقيا، والذي تستضيفه وزارة الخارجية على مدار أسبوع تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبيأتي هذا المؤتمر في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والاهتمام الذي توليه مصر لدعم وتنمية القارة الأفريقية. يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 50 دولة أفريقية لتبادل وجهات النظر وكيفية دعم وتنمية البنية التحتية بالقارة الأفريقية. ويسعدني أن يكون معي على هامش المؤتمر الدكتورة أماني أبو زيد، وزير مفوض للاتحاد الأفريقي للبنية التحتية. دكتورة أماني، بنرحب بحضرتك معنا. ألف شكر، أنا سعيدة موجودة في مصر. يعني كلمينا عن مشاركتكم واهتمامكم بالبنية التحتية في دول القارة الأفريقية. اولا اسمحي لي ان انا اعبر عن سروري وشكري ان انا موجوده معاكم على القناه، واوضح احنا بصدد ايه الفعاليه اللي احنا بصددها. احنا بصدد اجتماع الاتحاد الافريقي، واجتماع يضم الاتحاد الافريقي المفوضيه للاتحاد الافريقي، يضم ايضا الذراع التنفيذي للاتحاد الافريقي وهي الوكاله الافريقيه للتنميه او دانيباد، وايضا البنك الافريقي للتنميه بالاضافه لبنك ايضا التجاره والاستيراد والتصدير الافريقي، اي ده اجتماع المؤسسات الافريقيه. ومصر الحقيقة عرضت تستضيفه هذا العام، ونحن سعداء جدا طبعا بورودنا في مصر هذا اليوم. ده اجتماع بنعقده سنويا. معني بإيه؟ أفريقيا لنا استراتيجية للتنمية اللي هي تسمى أجندة 2063، وأجندة 63 مقسمة لعدة، أو حددتها يعني قيادات القارة الإفريقية رؤساء الدول والحكومات مجموعة من المشروعات ومجموعة من البرامج اللي من شأنها تغيير القارة الإفريقية والنهوض بها ويعني القفز الأمام، قفزة كبيرة في التنمية والرخاء لكل إفريقية وإفريقي. أهم هذه البرامج هو البرنامج الإفريقي للبنية التحتية. البرنامج الإفريقي للبنية التحتية هو برنامج بيتم إعداده بشكل تشاركي، بمعنى أنه أولا هو معني بالمشروعات ذات الطابع الإقليمي والعابر للقارة، يعني مش المشروعات الوطنية، المشروعات ذات الطابع الإقليمي والمشروعات القارية في مجالات النقل البري، البحري، الجوي، السكة الحديد، الطاقة، المعلوماتية والسياحة.
وهي القطاعات التي أشرف بالاطلاع بها داخل الاتحاد الأفريقي. البرامج بيتم إعدادها بشكل تشاركي، ترفع إلينا من المنظمات الإقليمية الأفريقية، بمعنى منظمة شرق إفريقيا، غرب إفريقيا، شمال، جنوب، وهكذا، وإن يتم بحثها أو المقترحات هذه المشروعات وفق معايير محددة، تتم مراجعتها بشكل دوري حتى نضمن يعني أحسن فرص لنجاح هذه المشروعات، ونطرحها أيضا للتمويل أو الاستثمارات في العالم كله. البرامج أو البرنامج بيبقى المرحلة الأولى مضى منها 10 سنوات، عملنا تقييم للمرحلة الأولى ولقينا يعني آثار كثيرة إيجابية، ولقينا أيضا بعض الصعوبات وبعض التحديات، فحرصنا ان احنا نتفاداها في المرحلة الثانية اللي احنا بصدد بحثها هذا الأسبوع إن شاء الله. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أنا شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. يعني كما تابعنا نحن بصدد برنامج البنية التحتية للقارة الأفريقية، والذي يشارك فيه أكثر من 50 دولة كما ذكرنا، وعدد من المؤسسات المهمة بالقارة الأفريقية من أجل دعم وتنمية دول القارة وما ينعكس به على شعوب القارة السمراء. شكرك شكرا جزيلا زميلة أمل صبري على هذه المتابعة، ومعكم نستكمل بقية أنبائنا في نشرتنا الإخبارية الصباحية. يبدأ اليوم الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية في ظل ترقب لتحديد محققي المنظمة للمرة الأولى المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا. وسيصدر فريق المحققين المكلفين بتحديد مرتكبي هذه الهجمات في سوريا سيصدرون تقريرهم الأول في مطلع العام القادم، مما يثير منذ الآن توترا بين روسيا والغرب. وخلال الاجتماع السنوي المحوري الذي يستمر حتى الجمعة، تهدد موسكو خاصة بإعاقة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلا لفريق المحققين. دعا أحد نواب قائد الحرس الثوري السلطة القضائية لإصدار أحكام صارمة على من وصفهم بالمرتزقة الذين شاركوا في الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي. وأقلت السلطات الإيرانية إنها ألقت القبض على حوالي 1000 محتج اعترفوا بصلتهم بدول أجنبية. قال عضو الكنيسة عن حزب الليكود جدعون ساعر منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحزب سيجري انتخابات على زعامته مع تصاعد الضغوط على رئيس الوزراء لدفعه للتنحي بعد اتهامه بالفساد. جاء توجيه الاتهامات لنتنياهو في ظل حالة من الفوضى السياسية غير المسبوقة في إسرائيل بعد انتخابات جرت في إبريل الماضي ثم في سبتمبر ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني جانتس الذي يمثل تيار الوسط بأغلبية تؤهله للحكم. حقق المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ فوزا ساحقا في انتخابات المجالس المحلية، وذلك بحسب النتائج شبه النهائية. وقد شهدت الانتخابات نسبة إقبال قياسية على التصويت وصلت إلى 71%، ومني أكبر الأحزاب الموالية للصين بهزيمة كبرى بخسارة 155 من مرشحيه على الأقل من أصل 182. ويعتبر المراقبون هذه الانتخابات بمثابة استفتاء شعبي لدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة المدعومة من بكين. في ختام النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين للأخبار. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم لبلورة موقف موحد للتصدي للقرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي. جرحى من جراء مهاجمة أنصار حزب الله وحركة أمل متظاهرين في وسط بيروت، والجيش يدفع بتعزيزات لمنع تجدد المواجهة. لليوم الثاني على التوالي المحتجون يغلقون الطرق المؤدية للبصرة وقطع جسور في ذي قار بعد مقتل 15 شخصا في مواجهات جنوب العراق.
انتهت نشرتنا، ولكن فقط نذكركم بموقعنا على الانترنت للمزيد من المتابعة nile.eg. إلى اللقاء.